هو خامس فوز على التوالي في البطولة لشبيبة بجاية، قد يجعلها تطمع أكثر في لعب المراكز الأولى. وهذه المرة الفوز كان باستقبال أمل بوسعادة، الضيف العنيد الذي أدى ووفى في مباراة مجنونة ميزتها الإثارة ولعب على الأعصاب واستوفاء كل الشروط خاصة الأهداف. الشبيبة بدأت مباشرة في ممارسة الضغط ونسج الهجمات المحكمة، أثمرت الهدف الأول مبكرا عند الدقيقة 12 عن طريق زعمهم الذي احتفل بهدفه الجميل بهذه الحركة الأكروباتية معلنا الفرحة في المدرجات. أمل بوسعادة لم يغامر كثيرا في هذه المرحلة، لكنه اغتنم بعض الأخطاء الدفاعية للشبيبة وتمكن من التعديل في الدقيقة 29 عن طريق طويل بعد تنفيذ ركنية. تعديل الكفة كاد يربك رفقاء بن مسعود الذي تمكن من إعادة ترجيح النتيجة عند الدقيقة 40 بهدف مباغت. الأمل بعدها وقبل دخول غرف الملابس حاول عن طريق خلفي، لكن الحارس مداح كان في المكان المناسب. في الشوط الثاني العودة كانت بقوة من كلا الطرفين، أشبال بوعكاز بحثوا عن التعميق لتنفس الصعداء، في المقابل أشبال بوفنارة لم يتساهلوا وعززوا الدفاع وغلقوا كل الطرق أمام جياسمبي. في الدقيقة 69 زينسني يعرقل في منطقة العمليات والحكم قموح يعلن ضربة جزاء للشبيبة نفذها البديل غانم ممضيا ثالث الأهداف وسط فرحة عارمة لأبناء إما جورايا. فرحة شابها بعض الشك دقيقتين بعد ذلك حين تمكن طويل من تقليص الفارق مرة أخرى بإمضاء هدفه الثاني في المباراة بعد تنفيذ كرة ثابتة. هدف بعث المباراة من جديد وحملت العشرين دقيقة الأخيرة فرصا كثيرة وعديدة، لكنها لم تغير من النتيجة. ثلاثة أهداف لهدفين لصالح شبيبة بجاية التي احتفلت بالفوز مطولا مع الأنصار.